الحكمة عبارة عن المعرفة الحقيقية، إما بلما، إما بإن. هذين الطريقين جوهرة الحكمة، أساس المعرفة. يجب أن تكون الحجة، والحجة عبارة عن العلم، والعلم إذا كان بناء على أساس المؤسس فإنه المعرفة تنتهي إلى المعرفة بالنورانية، وهو لا يمكن وصفه. سيد الشهداء الذي تنتهي هذه الأيام إلى أربعينه، معرفته لما ومعرفته إن إلى درجة عظيمة وكبيرة، بحيث لا يستطيع غير الخصيصين من الأولياء أن تكون لديهم صلاحية درك هذا الأمر. الميرزا الشيرازي وهو فحل الفحول، وكذلك من تعظيم النائين والأخند ومن عظمة الميرزا يتبين هذا الأمر. ذاك المحقق وهو مؤسس مدرسة سامراء وخريج تلك المدرسة هو الميرزا الثاني، وأساطين فقه المتأخرين هم خريجي تلك المدرسة. هذه العبارة تدل على كيف أن هذا الرجل وصل إلى هذه الحقيقة حينما صعد أحد العظماء المنبر في مجلسه، ذلك المجلس الذي كان قارئه من؟ قارئه المحقق العظيم مؤسس الحوزة الكبرى لقم، التي تحولت اليوم إلى مركز علمية للتشيع. هذا الرجل العظيم في ذلك اليوم كان يقرأ مأتم المصاب في محضر الميرزا. المجلس كان مثل ذلك المجلس، وحينما جلس ذلك العالم النحرير على المنبر في محضر الميرزا قال كلمة، كل شخص يمكنه أن يسمع هذه الكلمة، ولكن الأمر يتطلب إلى معرفة ليفهم ما معناها. وبمجرد أن بدأ بقراءة المقتل، أول عبارة قالها هي عبارة دخلت زينب على ابن مرجانة. بمجرد أن قالها صرخ الميرزا كفى، يكفي. ومن الصباح وحتى الظهر كان الميرزا يلطم رأسه وصدره، هكذا كان المجلس. هذه هي المعرفة. أين هذه المعرفة؟ من عرف من هي زينب؟ هو عرفها حينما سمع من دخل على من انكسر ظهره.